رصدت الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام عددا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وتواصل التعامل مع مرتكبيها. وحذر المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشوارخ من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مؤكدا أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها. معنا هاتفيا لمزيد من التوضيح المحامي والمستشار القانوني فيصل الميموني. سيد فيصل، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. وبداية يعني مع دخول موسم الرياض وكثرة الفعاليات والحضور العالي فيها الذي يصل بالآلاف، ما هي طرق المس بحياة الآخرين التي تستوجب المساءلة والعقوبة ويجب الحذر منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالأستاذ الحسن وبالمشاهدين الكرام. الصور والطرق في ذلك كثيرة ولا يمكن حصرها، لكن يمكن أن نؤطرها بقولنا أن كل قول وفعل فيه إيذاء للآخرين أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر هو أمر مجرم وممنوع. على سبيل المثال للحصر، التحرش اللفظي والجسدي، التعدي على خصوصية الآخرين بالتصوير أو التجسس، تعريض حياتهم للخطر بتجاوز الصفوف والحواجز المعدة التنظيمية لذلك، التعدي على حقوقهم بالجلوس في الأماكن المخصصة لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذا ممنوع ومجرم ومن الطرق التي تمس حياة الآخرين وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية. خلال افتتاح موسم الرياض، وكما قال العميد الشوارخ وهو المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه تم رصد عدد من المخالفات للائحة الذوق أو المحافظة على الذوق العام في افتتاح الموسم، ما هي هذه المخالفات أو شكلها الذي رصد به خلال افتتاح الموسم، وما هي كذلك العقوبات التي تنتظر هؤلاء المخالفين؟ من ناحية قانونية نقول دائما أن حضور المناسبات العامة والخاصة يجب على مرتاديها الالتزام باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، يجب عليهم الالتزام بالظهور في الأماكن العامة باللباس والزي المحتشم والارتداء عدم ارتداء أي زي ولباس يحمل صورا خادثة أو عبارات تسيء للذوق العام، يجب عليهم الالتزام بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم تجاوز الصفوف التنظيمية والحواجز المنظمة أو الرسم والكتابة على ذلك، عدم السماح بأي قول وفعل فيه إيذاء للآخرين بأي شكل من الأشكال، من ذلك عدم القيام بأي أفعال وتصرفات خادشة للحياة تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية. هذه صور كثيرة للأسف، ونقول أنها قلة إن شاء الله في هذا المجتمع. طيب، يتم رصدها من الجهات المسؤولة. العقوبات التي تنتظر المخالفين الذين تحدث عنهم متحدث الأمن العام؟ نعم، العقوبات تختلف في ذلك، تصل في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى سجن قد يصل إلى سنة وغرامة مليون، أو حتى بأقصى صوره في المادة السادسة إلى سجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون. المخالفات في لائحة
يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد فيصل الميموني وهو المحامي والمستشار القانوني الذي كان معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك سيد فيصل على كل حال.